الآن خلينا نيجي للشاشة تبع عرض المعلومات. احنا شفناها ما هي منسقة، لو نبغى نعطي تنسيق بسيط بعد ما وضعناها المفروض نيجي الآن عشان من نيجي ننسق الشاشة. أول حاجة مثلا بننسق الخلفية، خلينا نحط لون عشوائي من عندي للخلفية، الباك جراوند نجي هنا هاش نعطي مثلا أساس يجي أزرق. طيب نجي هنا مثلا ما احنا شايفين النص، طيب ايش نسوي؟ احفظ هذا الكلام وروح للسترينجز. احنا نعرف انه هذه النصوص الفاضية كلها empty result، فنكتب هنا كلمة عشوائية من عندنا مثلا welcome على أساس تظهر في المكان، تظهر في الريزولت. لاحظ الآن ظهرت، الآن نقدر نتعامل ونعدل مؤقتا فقط ونشوف العنوان والخطوط والأشياء هذه. مثلا ممكن أنا أجي أسحبها كلها بس وعشان الريلاتيف سببت مشكلة. طيب خلينا نجي هنا، طبعا هي عشان الأسماء سببت مشكلة. طيب خلينا أنا فقط أكتفي بهذه على أساس لا نقعد نعدل يمين يسار يمين يسار، والهدف إنه أنا أوريك كيف تعدل الألوان، كيف تعدل الستايل، وكيف تعدل المكان. بس إحنا لو عدلنا هنا هذا مربوط بذا وهذا مربوط بذا، يعني إحنا نقدر نعدل ذا هنا، نسحب هذا هنا مثلا ونسحب هذا هنا بالشكل هذا، لكن احنا ما نبغى لانه في اريحيه بس ما نبغى. لاحظ معي كليك على هذه. الان انا مثلا اجي خلينا نروح لخصائص التكست. عندنا التكست هنا التكست كلر، لاحظ تكست كلر مثلا خلينا نعطي حاجه عشوائيه من عندي اصفر. الان نجي هنا للتكست سايز، السايز استخدم معاه مثلا 10 اس بي، وحدة اس بي بعدين حنتكلم عنها، بس الآن خلينا نزيد مثلا الاسم، خلينا نقول 35 اس بي. لاحظ عدلنا يعني. نجي هنا الايج، خلينا نختار الايج، نجي نقول هنا الايج تكست كلر، خلينا برضه اختار رقم عشوائي اي اف اف اي، لانه مثلا نقول 5 5، بس يجيبها قريبة من بعض لكن هذا اللون قريب منه مرة. خلينا نجي هنا ونقول مثلا اي اي، لاحظ يعني. الآن ممكن نجي للسايز ونقول هنا 15 اس بي، طبعا الخطوط تستخدم وحدة ال 15 او عفوا وحدة الاس بي. الآن تعلي هذا طبعا الجو والوظيفة، نجي هنا خلينا نعطيها باك جراوند، يعني نقول مثلا هنا 1 1 3 طيب. وغيره كمان نروح للتكست، نجي للتكست هنا نقول تكست كلر مثلا، خلينا عفوا خلينا نجي للتكست كلر ونعطيه ابيض. أنا فقط أنسق كذا بس عشان أوريك التنسيق، ولا هذا مو تنسيق فعلي لبرنامج واقعي، يعني أنا فقط بس أوريك علامات التنسيق. طيب نيجي خلينا نقول السايز، نعطيه حجم كبير شوية، تعال السايز مثلا نقول 50 اس بي. جميل، الآن شوف كبرها لنا، اسحب هذه هنا. طيب فقط بالشكل هذا، انت بعد ما نسقت هذا الكلام الان احفظ الكل وروح للسترينج وشيل ايش؟ شيل كلمة ويلكم. هذا هو القصد من هذا الموضوع كامل. تعال الريزولت ما في ولا شيء. هيا الان خلينا نشغل البرنامج، الكونسول نبدا نشغل البرنامج. البرنامج هذا الحين حيظهر على طبيعته، طبعا هذا التنفيذ السابق. لحظة الآن يعني نسوي انستول، تعالوا نشغل الاثنين. خلينا احنا على برنامجنا طبعا، يلا عيد مثلا التالي 20 تيتشر، التالي لاحظ ايش اللي صار؟ عرض لنا البيانات بنفس الديزاين او الخصائص اللي احنا اخترناها.
فهذه هي الفكرة الأساسية.